ما يكفي لأنك تحارب أهل الباطل. هذا الأخ اللي بجانبك أخذ منك 10,000 ليرة تركي، قلت أعطني حقي، قال والله ما عندي شيء، ما لك عندي شيء، لك هذا ما تفهمها أنت نافذ وهو ما ممصورة، وحلف لها. وجدت 20 شاهد تأخذهم معك أو تكتفي بشاهدين؟ والله لو تستطيع أنك تأتي بالكرة الأرضية وتقيم الحجة عليه تقيم الحجة عليه، فما بالك في باب أسماء الصفات؟ نعم، اجمع كل الأدلة ورد عن مخالف تقضي عليه، مفهوم يا أخي؟ ولهذا شيخ الإسلام هذه الأبواب أكثر من الأدلة، أين؟ في العلوم وفي صفة الكلام. لم يكتف بصفة الكلام إثبات الكلام لله من الكتب كلام الله، أضاف أن القرآن كلام الله، مع أنه يكفيك على الأدلة، لكن حتى يقطع الحجة على المنازع، مفهوم يا أخي؟ أنا أجلس فتح الله عليك. طيب، بل رفعه الله إليه، الرفع نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، نعم كذلك. يا هامان ابن لي صحا، قلنا فرعون لم يتأول وقال العلو بمعنى كذا وكذا، لأن ما تقدم معنا عقيدة الأسماء والصفات لا يدخلها الناس، وكل ما أخبر به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عن ربهم فهذا حق، لكن لا بد أن يثبت من شرعنا. موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون أن الله سبحانه وتعالى في العلو، لم يتأول النصوص، وتأول بعض من يدعي الإسلام، من ينتسب للإسلام، نعم. يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. نعم، لم يتأول، أنكر، نعم، كاذب، الله أكبر، نعم. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم من في، في هنا مكان على، والحروف يأتي بعضها مكان بعض، مثل ما قرأ علينا الشيخ جزاه الله خير، عينا يشرب منها عينا يشرب بها، الباء هنا مكان منها، نعم صحيح، أي نعم. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا غيرها، أو هنا مكان و يعني وأشد، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يشك في عدد هؤلاء يعني ويزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى يعني وأدنى، فالحروف يأتي بعضها مكان بعض، حرف يكون مشغول فيرسل آخر، مفهوم؟ نعم، هذا في اللغة. في هنا مكان على، أو أن السماء بمعنى العلو، أنزل من السماء أي من العلو، نعم. إذا في بمعنى على، لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ارحموا من في الأرض أي على الأرض، فسيروا في الأرض أي داخل الأرض، لا على الأرض، نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل في الأرض، ماذا يدخل في الأرض؟ يدخل في الأرض بعض الديدان وكذا، بعض الحيوانات، بعض المخلوقات، ويدخل الأموات والكنوز، نعم. وما يخرج منها
ما هو تابعة فيهم الله. منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكذلك الرموز وكذلك يدخل الماء وأخرج منها. نعم. وما ينزل من السماء. ينزل من السماء. وما يعود فيه. الملائكة والأرض وكذلك الأرواح تصعد وتنزل وتفتح وتغلق لها ضوء السماء. نعم. وهو ما واحد واحد إن شاء الله. وما يعود فيه. يعود من السماء. أيوه. وما يعود فيه. يعود إليها. مو فيها. يعود إليها. إيه في هنا مكان. إلى هذا قول أو تضمن فعل مناسب للحرف يعود فيدخل فيها مثل عينا يشرب فيروى بها هذا أولى من أن تقول الحرف مكان حرف هذا أنفه الحمد لله نعم بعد هذا وهو معكم بعض الناس يخاف أنه إذا ذكر العلو أن يذكر المعين الشيخ الإسلام ذكر هنا العلو والمعين في الآيات من القرآن وفي الآيات من السنة كذلك ثم عند بيان مجمل اعتقاد أهل السنة جمع وسيأتي معنى بإذن الله ما هو قول أهل السنة والجماعة في المعين يثبتون لله سبحانه وتعالى معين حقيقية تلك ذات عظمته لا تماثل معية المخلوقين ولكن لابد أن يوصانا الله سبحانه وتعالى بظن الكاذب مثل أن يظن أنه حاله في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها والمعية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة عامة تشمل كل مخلوق والخاصة إما أن تكون خاصة بشخص أو خاصة بوصف خاصة بشخص إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معك خاصة بوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ثمرة الإيمان بالمعية قال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك إثبات المعية أهل السنة يثبتون المعية ومقتضاها نصر وتأييد وإلحاق وخذل مفهوم مرة أخرى ما هو قول أهل السنة والجماعة في المعية يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تلق ذات عظمته لا تماثل معية المخلوقين ولكن يوصانا الله سبحانه وتعالى عن ظن الكاذب مثل أن يظن أنه حال في مخلوقات أو في الأماكن التي ينزل الله سبحانه وتعالى عنها والمعية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة الخاصة إما بشخص إنني معكم أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا وخاصة بوصف إن الله مع الذين اتقوا ثمرة الإيمان بالمعية العامة توجب الخوف والمراقبة وثمرة الإيمان بالمعية الخاصة أن تأتي بهذه الأمور التي تستوجب معية الله سبحانه وتعالى وإذا كان الله معك لا تبالي لأحد في دين الله يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا يقول هذه الآية يعني هو في الشرح يذكر أن هذه المعية تصلح معية خاصة بشخص وخاصة بوصف كل من كان مع الله فلا يحزن مفهوم ونعم قال تعالى المعية نثبتها لله ونثبت مقتضاها نصر وتأييد وقدرة وإحاطة وعلم وغير ما ذلك نعم قال نعم نعم تعالى وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يخرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير جمع الله
بين العلو والمعية لابد أن نجمع الله سبحانه وتعالى ليس كمثله. نعم. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام كيفية الرد على هؤلاء. الرد أولا نقول أن الله سبحانه وتعالى جمع لابد أن نجمع. الثاني أن الله ليس كمثل شيء، لو كان هذا ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق لا يمكن أن يكون ممتنعا بالنسبة للخالق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. وهذا ليس ممتنع بالنسبة للمخلوق مع المخلوق. تقول ما زلنا نسير، والقمر هو من أصغر مخلوقات الله، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر. نعم. هذا الأخ يقول زوجتي معي، وهي في ذاك البلاد أو هنا. يصح ما معنى المعية هنا؟ أنها في المدينة لم نطلقها. نعم. قال وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. الآن لماذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولم تكن الآية رابع أربعة، ثالث ثلاثة، ثاني اثنين؟ لماذا؟ لمباينة الخالق للمخلوق. اسمع معي، ثاني اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه كلاهما بشر، إذا لابد أن يأتي بنفس العدد لا يزيد، مفهوم؟ نعم. يقول ثالث ثلاثة كلهم بشر، لكن إذا كان من غير الجنس سيقول أن ثلاثة رابعهم، لا بد يأتي بعدد زائد لأن هذا ليس من جنسهم. وكذلك هنا عندما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لماذا؟ لأن هذا فيه مباينة الخالق للمخلوق، يأتي بعدد زائد، وإذا كان من نفس الجنس يأتي بنفس العدد، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع. نعم. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نعم. سيأتي معنا أن بعض أهل السنة والجماعة يثبت المعية ويقول أن مقتضى المعية العلم، والبعض الآخر يثبت المعية ويقول أن مقتضى المعية جميع معاني الربوبية، علم وقدرة وإحاطة ونصر وتمكين وغيره، وهذا الذي يراه شيخ الإسلام أي الثاني، جميع معاني الربوبية سيأتي بإذن الله. نعم. لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة بشخص وتصلح أن تكون خاصة بوصف على ما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم. وقوله إنني معكما إنني معكما خاصة بالشخص، نصر وتأييد، إذا إثبات المعية ومقتضى، انتبه بالأمس، تثبت المعية وتثبت مقتضى المعية، تثبت الرضا ومقتضى الرضا، الغضب ومقتضى الغضب. نعم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم، هذه معية خاصة بوصف، تتقي الله، تتقي الله وتعلم أنك بالتقوى تنال معية الله، معية خاصة بوصف. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأمر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل، ورهبانية أن تدعوها ما كتبنا عليها. نعم. واصبروا إن الله مع الصابرين. أحسن. نعم. والله الاتكام هذا مشكلة أخوان. نعم. نعم. واصبروا تصبر على طاعة الله حتى تؤدى، وعن معصية الله حتى تجتنب، وعن أقدار الله. وتتذكر أنك بالصبر، لأن الصبر واجب يجمع الأمة، تنال معية الله سبحانه وتعالى خاصة بالصبر. نعم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. عيد الآية. وكم من فئة قليلة. الله. نعم. كم من فئة قليلة. نعم.
بإذن الله والله مع الصابرين. نعم تفضل. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. هذا تقدم معنا في عناصر الدلالة والإثبات، علم وصدق وبيان وفصاحة. تعال.